أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأمسية الفنية تأتي في سياق الاحتفالية الكبرى لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية، وتأتي في إطار أضيق هو الاحتفال بالندوة الدولية العلمية الرابعة التي تنظمها الأمانة العامة للاحتفالية، وهي ندوة النتاج العلمي لحلب عبر العصور الإسلامية. وقد حرصنا أن تكون كل ندوة من هذه الندوات مواكبة باحتفالات فنية، ولهذا فإن احتفالنا اليوم يكتسي أهميته من ناحيتين: الأولى أنه جاء مصاحبا لهذه الندوة الهامة التي تجري فعالياتها في معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب، ومن ناحية ثانية هو حفل تراثي يكرس التراث الموسيقي لمدينة حلب كعاصمة موسيقية فنية للمشرق العربي بأكمله. وإنني أغتنم هذه المناسبة لأشكر كل من قام بتنظيم هذا الحفل الفني، وأخص بالشكر طبعا نادي شباب العروبة العريق الذي عودنا دائما على المحافظة على التراث الثقافي والفني الأصيل لوطننا. وأشكر أيضا مديرية التربية التي ساعدت في إنجاح هذا الحفل، وأتمنى لكم دائما لقاءات متجددة متوالية. وأذكر بأننا أيضا غدا على موعد مع حفل آخر في نهاية فعاليات هذه الندوة، وفي هذا المكان بالذات للفرقة المعروفة فرقة أمية القادمة من دمشق، ومعها فرقة حمزة شكور للأناشيد الدينية ورقصة المولوية. مرحبا بكم وشكرا لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل. Thank you.
Thank you.
صاحب العمر ولا
على العيون لا عسى
Thank you.
Oh,
لو تدري تصير
بالعسير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير يا فاتنا العمر هل انت من يرى من في الضمير ويسمع
أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه يا من إليه يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقي في قول كن أمن علينا يا من خزائن رزقي في قولكم أمن علينا أمن علينا فإن الخير عندك أجمع وبمن أوحيت له أغرم أنت المولى وله أسعد وبمن أوحيت له أغرم لحق العدو بيوما وشك الصديق له بألم فاختار الغار ليختبئ ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا في الغار عن كهف نسجا في الباب فلم يعلم رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله بحكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم انشق البدر لطلعته شهاب الكفر
أظلم وحصات البيض بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم ورأت بالماء صابعا جيشا قد آمن واستسلم Thank you.
ما
كيبورد. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي
ليلي يا عيني يا لي يا لي يا لي يا لي يا ليلي يا عيني يا لي يا لي يا لي يا ليلي يا عيني يا لي يا لي يا لي أمسافر وحدك أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني لتبعد عني
وحب السمرة قلبي بلا
قصري دخيل العملو لون خيال قيصر الله 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 يا جمله ويا عشيق الزمان قصري شوف جمله عباب الدار لما شفنا قلبي احتار شوف جمله عباب الدار او لما شفنا قلبي احتار انزل ليالي الهجار طول عمري Oh,
انا احكي لك عني شفيت من نظري إليه. متغربين جرح السنين لحد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد تاب منا كلمة تريحنا بس لما تيجي وانا احكي لك عني جرى
سكينة. معنى استراحة ثواني لأنه في شوب.
ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي حيرني وما مشوق صغار
أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش خد عمري كله بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلينا نعيش خليني جنبك خليني بحضني قلبك خليني جنبك خليني بحضن قلبك سيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني لما تتكلم علي لما تتكلم علي لك حبي 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 انت جاي انت فين والحب فين
ظلم لي دايما ما انت لو حنيت يومي كان هوا خلك ملاك ما تصبرني ما خلاص انا اصبط بيوم الليل اما تصبرني ما خلاص انا اصبط بيوم الليل هات عينك فيكن دائما مع حفلاتنا حفلات نادي شباب العروبة المميزة وأهلا وسهلا بالحضور.